اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. خليها سمك النهارده، ولكن السمك معانا له طعم تاني وشكل تاني وفكر تاني في الطهي. معانا سمكه البغبغاء، دي من فصيله الناجل والمرجان، بس لونها يميل للخضار شويه ولونها حلو ملفت للانظار على الشاشه قدام حضراتكم. هنشوف نعملها النهارده مع بعض ازاي. زيت وليمون، طريقه عمل السمك البوري لما نعمله زيت وليمون، ده اشهر طبعا طريقه لعمل الزيت وليمون. هنشوف نعملها مع بعض ازاي، محشيه خضار مع توم مع فليفر مع توابل لطيفه وجميله. معانا النهارده سمك جزل، الجزل اللي معانا جزل قاروص، هنعملها طاجن بالبرغل. هنشوف نعمله مع بعض ازاي، او الفريك، انا اسف، معانا فريك، هنشوف نعمله مع بعض ازاي. والفريك بيحب الشريك يا شفيق، الفريك مع الحمام له طعم تاني، ولكن مع السمك بالتاكيد مدرسه تانية. معانا كابوريا، وأز كابوريا، هنعملها النهاردة مسلوقة. البعض بيقول لك الكابوريا المسلوقة بنشرب شربتها ونشم ريحة اليود في طعم الكابوريا بالتأكيد، ولكن نسلق الكابوريا ازاي ونحصل على الفليفر الحلو ازاي، أكيد دي مدرسة تانية. هنخش في تفاصيل أكلة سمك النهاردة، وخليها سمك النهاردة بطعم تاني وشكل تاني وفكر طهوي تاني. أو هتروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل سلق الكابوريا. حلوه كابوريا بقى، وزنها تقيل شويه، كابوريا خفيفه، ايا كان نوع الكابوريا، الكابوريا من فصيله القشريات في البحر. جمبري، استاكوزا، بلح البحر، جندفلي، كابوريا، دي فصيله عيله القشريات. في عيله القشريات التعامل معاها بيكون بحذر شويه عشان استفيد باليود اللي موجود جوه القشريات. وسبحان الله القشريات مفيش منها مزارع، يعني ما سمعناش يقول لك كابوريا مزارع، ما سمعناش يقول لك استاكوزا مزارع، ما سمعناش جمبري مزارع فيه، اما الكابوريا لسه. فالكابوريا تشوفوا نعملها مع بعض ازاي، مع بعض بطريقه بسيطه وسهله. المقادير على الشاشه، المقادير على الشاشه، معانا كابوريا، معانا كرفس وبصل وثوم، زبده مستردة، فلفل حار، قليل من الطماطم الطازه، وجنزبيل. وجنزبيل، حلو الكلام؟ تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. اشتريتي كيلو كابوريا، نص كيلو كابوريا، تعمليه ازاي في البيت؟ اول حاجه باخد قطعه من الجنزبيل عشان اشرب شويه شوربه حلوين، بقشرها كده. واحنا بنقشر الجنزبيل خلونا نقول فرصه حلوه، بما ان الجنزبيل الموسم بتاعه بشوفه عند بتاع الخضار كتير وسعره في متناول الجميع. الجنزبيل من الدرنيات زي البصل زي الثوم، مفيد جدا، بيلعب على حته ان هو بينشط الدوره الدمويه مع مشروب القرفه الشهير. حلو الكلام، قرفه بالجنزبيل مشروبي المفضل الصباح او المساء. باخد الجنزبيل يا عم الشيب بالشكل ده كده، اقطعه ناعم. طب نحفظه ازاي في الثلاجه علشان اقدر ان انا استفيد بيه طول الموسم او طول ايام السنه، سواء سعره غلي او كان رخيص او ايا كان. بجيبه افرمه، بحطه ببرطمان او في مكعبات تلج بتاعه الثلاجه واخزنه، ما تحطيش عليه اي حاجه خالص، هو زي ما هو. وتطلعي مكعب أي حسب استخدامك، تدخليه في حلويات، تدخليه في اكلات زي ما انت عايز. ادي الجنزبيل جاهز، معانا كرفس بالشكل ده كده. لازم تشربي شويه كابوريا زي ما قال الكتاب. هناخد الكرفس ده كده يتقطع، عروق الكرفس او جذور الكرفس هي ذات الطعم القوي غير ورق الكرفس، فاستفيدي بعروق الكرفس اذا موجود عندك الكرفس الافرنجي ده، يفضل طبعا، طعمه بيبقى قوي. كرفس الكرفس البلدي اللي احنا عارفينه اللي شبه الكزبره بتبقى ورقته اخضر اللون فاتحه اللون، الكزبره بتبقى لونها خضار غامق، اما الكرفس بيبقى خضار فاتح، البقدونس بيبقى خضار غامق. الحاجات دي كلها لازم نعرفها. اشتري صح. معانا عود روزماري بالشكل ده كده، بناخد الورق بتاعه، اللهم صل على النبي كده. بنحضر شويه خضار، هنحمرهم دلوقتي في شويه زيت عشان ناخد الفليفر بتاعهم غير الخضار التاني اللي هو الفلفل والبصل اللي معانا.
خلي بالك الموضوع مهم جدا. ده كرفس، روزماري، وجنزبيل، وفص ثوم. عندنا زيت الزيتون في طاسه شديده الحراره. انا دلوقتي بعمل شويه شوربه من الكابوريا. كابوريا مسلوقه، هنشرب الشوربه بتاعتها. وازقز كابوريا زي ما قال الفتى الاسمر احمد زكي رحمه الله عليه. حلو الكلام. زيت زيتون، بحط بزيت الزيتون ده يا عم الشيف الكرفس مع الروزماري مع التوم مع جنزبيل. العب هو ده. يلا مع السلامه. حلو قوي. نبدا نقلبهم ونخليهم على النار شويه. طبعا تنظيم وقتك والطريقه اللي انا شغال بيها في المطبخ لما نكون بنعمل سمك بالذات، شفنا السمكه هتاخد وقت كبير، بدانا حطيناها في الفرن سيبناها عشان تستوي، واحنا شغالين في المطبخ بنعمل التفاصيل التانيه اللي هي شوربه الكابوريا، عشان دي طبعا لازم نحطها على النار ونسيبها ايه تعيش مع نفسها. هنا بدا الكرفس مع الجنزبيل مع التوم يديني فليفر وطعم تاني خالص. ابدا انزل بالخضار الحلو ده كده، فلفل اخضر، احمر، اصفر، بصلايه حلوه، كل دول معانا. حلو الكلام. نبدا البصلايه دي نقطعها بالشكل ده كده. عايز شويه خضار حلوين، بما ان احنا بنعمل صينيه كابوريا او الكابوريا مسلوقه، الخضار هنا بياخد طعم اليود، بالتاكيد بيكون له طعم تاني. الناس اللي هي الفيجيتيريان اللي بتحب الخضار، الفلفل انا احب اقطعه كده، مش مطلوب منك تقطعيه انت زي كده عشان ممكن تعوري ايدك. دي طريقه سريعه شويه بتغنيكي عن الكبه، عرفت تعمليها اهلا وسهلا. اهو بنعمل هرم من الفلفل كده، ونجيب السكينه بتاعتنا. اللهم صل على النبي. السكينه دي ما تنفعش في التقطيع، لازم تكون سكينه عارضه. بسم الله الرحمن الرحيم. وناخد الخضار بتاعنا ده كده، تغنيك عن الكبة وتغنيك عنك انت تستفيدي بالخضار والسوائل بتاعته، لان ما بنضرب الخضار في كبة في كمية من السوائل بتاعته الخضار بنفتقد. ادي الفلفل كده اتقطع معانا بالشكل ده كده، بناخده زي ما هو كده. نبص على البصلاية والتومة، نبص على الجنزبيل الحلو زي الفل. هو ده، بص على الحلاوة، هو ده هو ده. تمام. وننزل كمان بالخضار بتاعنا. الله، زي ما هما كده. هو ده الخضار، اشكاله حلوه، مخرجنا الجميل عيونه حلوه، بيحب الالوان دي. كل طبعا الواحد بيلعب في الحته بتاعته عشان الكاميرا الحلوه والصوره الحلوه عينيه. شفت الحلاوه دي كده. هو ده، هسيب اقلبهم كده. العب يا سمك. نروق الدنيا عشان الصورة. الكابوريا بقى هتنزل بها امتى يا عم الشيف؟ حلوة أوي الترويقة الحلوة دي كده، وتسيب الحاجة على النار تعيش مع نفسها. عايز شوية شوربة حلوين عشان أول ما انزل بالكابوريا بتاعتي. اللهم صل على النبي. إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ إيه الجمال ده؟ إيه الجمال ده؟ إيه المزيج ده؟ من خير أرضنا. فلفلة ملونة موجودة متوفرة في الأسواق خضار، جنزبيل طازة الموسم بتاعه، توم طازة، وسيبك من البودر ده مع السي فود انا مش بحبه، الا اذا بتعملي حاجه فرايد مثلا او حاجه كريسبي استخدمي التوم البودر والبصل باودر، مفيش مشكله. نقلب الخضار كده زي الفل. نبدا نحط البهارات بتاعتنا بسيطه، شويه بابريكا حلوين، عايزاها سبايسي قطع قرن فلفل حار، شويه كركم محترمين عشان شويه الشوربه بتوعي، كمون، فلفل اسود، وملح. واسيبهم على النار يا عم الشيف مع البوكيه جرنيه بتاعي الحلو ده كده. الله، بص على الحلاوه، بص على الحلاوه شغال ازاي. هو ده. ده المطبخ. بس خلاص، ونقلب ده كده مع بعض. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ شامم الريحه دي وانت عندك يا شيف؟ بجد لسه هتشم ريحه اليود دلوقتي لما ننزل بالكابوريا في قلب الايه البحر ده من الخضار. ونقلب كده ونغطيها، دي لازم نغطيها. حلو قوي. ونجهز الكابوريا مع بعض.
يلا نجيب الكابوريا الحلوه بتاعتنا بالشكل ده كده. تشتري الكابوريا من السوق، الكابوريا اللي بيبقى وزنها تقيل شويه وانت ماسكاها بايدك. طب اعرفها ازاي يا مغازي؟ حلوه قوي، هقول لك على طريقه حلوه قوي سهله وبسيطه وتريحك في انك انت تاخدي كابوريا فاضيه او مليانه. تروحي عند السماك، تقفي على فرش السمك او حلقه السمك، تعملي ايه يا ست الكل؟ تمسكي حبيتين كابوريا في ايدك، شفيق مخرجنا، تمسكي حبيتين كابوريا في ايدك، اه وليكن دول مثلا. انا مش هقول لك بقى تفتحي الكابوريا تقولي له دي مثلا مليانه دي صبحه مش صبحه. الكابوريا من القشريات لما بتتخزن في الديب فريزر وقت كبير، الكابوريا لما بتتخزن في الديب فريزر وقت كبير بتنشف اللحم جواها فبيخف وزنها. المعلومه غير معلومه، تخزين الكابوريا اكتر من 15 يوم في قلب الديب فريزر بينشف اللحم جواها وتبقى عظم وبس، اللحم بيبقى قليل جواها. الكابوريا معايا اعرفها ازاي؟ باخد كابوريتين في ايدي، التقيله اخدها والخفيفه اخد واحده تانية معاها، التقيله اخدها ممكن تبقى تقيله اتقل من ديت وهكذا لغايه لما تنقي حبتين الكابوريا اللي انت عايزاهم او الثلاثه او الاربعه. تاني تمسكي حبتين كابوريا في ايدك، الكابوريا التقيله اللي تحس ان هي ايدك اه حاضر اهو عارف كده قول له اهو. طيب تحس ان الكابوريا اليمين او الشمال ايدك تقيله فيها بتاخديها، الخفيفه خلاها في ايدك، خدي واحده تانية وبدلي عشان تبقى موضوع الايه التوازن في الايد. لقيت الكابوريا التقيله خدها وهكذا لغايه لما تاخدي كميه الكابوريا بتاعتك. حلو الكلام. نبص بقى على الخليط الحلو ده كده اهو، بص على الحلاوه هو ده، شفت الحلاوه هنا زي الفل. ناخد الكابوريا نغطسها بقى، عومي يا كابوريا عومي يا كابوريا زي ما هي كده اهي. الله تنزل بقى على بطنها على ظهرها زي ما احنا عايزين. ده سلق الكابوريا اه. هتاخد شويه شوربه زي ما قال المغازي مش الكتاب، لان الكلام ده مش في كتاب اه، العلم في الراس مش في الكراس يا شفيق اه. قرن الفلفل الحار ده وخليه سليم كده قدام عينك علشان الاولاد لو مش بيحبوا الحار، ونقلبها مع بعض. سلق الكابوريا استوى بقى كيلو زي الفل، سلقناها بقى عملناها جراتان. عايزه تجودي في الموضوع وتاخدي الكابوريا بعد سلقها تشيل الكفر بتاعها وتاخدي اللحم بتاعها تعملها جراتان، دي مدرسه تانيه خالص. ولكن الكابوريا من القشريات اول ما بتشم ريحه النار قبل ما اطلع الفصل مخرجنا الجميل، بالله عليك يا شيخ جيب لي لون الكابوريا لما اتغير بقى لون فوسفوري اه. شفت الكابوريا بدا لونها يتغير ازاي اه 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 انا عارف انك بتحب ده اهو اه اه شفت هو ده الكابوريا. يا ويلي عايز تخطص انت معاه جوه اه اه مش هتشوف لون الكابوريا خالص اه. حاضر ماشي، تدفع كام قول لي اه، اعزمني على جنزبيل. خلينا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير وازاز كابوريا لو ازازوني ازاز ايه. اوعى تروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. آه، طلع الكابوريا عيني حاضر اهو العب اه. ودي الكابوريا بتاعتي زي الفل اه. اقلب لك الكابوريا اهو. السمكه استوت لسه، سيبها كمان خمس دقايق عشان نضمن ان التسويه ما بين السلسله بتاعتها استوت. اذا وزن السمكه معايا بالشكل ده كده اهو، كابوريا لونها اتغير ما بتاخدش وقت كبير. هتشربي شويه شوربه كابوريا وتسيب الكابوريا للاولاد يقزقزوها اهو. الكابوريا دي عايزه صبر شويه في الاكل، وبتعلمنا الصبر الكابوريا غير الجمبري بنشيل الراس وديله وناكله على طول. الكابوريا بالذات تعلمنا الصبر على السفره. يا ويلي خلاص الكابوريا عايزين نغرف بصراحه زي الفل. حاضر عيني اه، نقفل الفرن خلاص يلا. حلو قوي. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنطلع الكابوريا دي كده ونشوفها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. طب هقول لك على حاجه استاذ رحاب، بعد اذنك عايزين نشوف مقادير طاجن السمك بالفريك، والفريك بيحب الشريك بس اذا مع سمك حلو زي القاروص زي اللوت نعرف نعمله زي البولت بتاعنا من خير مزارعنا اللي بنصدره للدنيا كلها مفيش مشكله اه. حبيبي انا بقراك قبل ما تتكلم، تعالوا مع بعض نغرف الكابوريا بتاعتنا ونشوف الكابوريا الجميله الحلوه اللي في قلب الطاسه مع تفاصيلها، نقزقزها ازاي ناكلها ازاي، ده موضوع كبير اه. بسم الله الرحمن الرحيم.
تعالي يا كابوريا. الله. لا انا عايزك تبص بقى تخش على التفاصيل وتشوف الكابوريا الجميله الحلوه دي كده اهو. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي يا شيف؟ هو ده. كلنا محددين الكابوريا ناكلها مشويه، ناكلها صينيه، ما فكرناش نشرب شويه شوربه حلوين نتيجه سلق الكابوريا. مدرسه المغازي بتقول ايه في سلق الكابوريا؟ كرفس، جنزبيل، بصل، ثوم، كزبره. الله. في طريقتين هنا بقى لو تسمعي كلامي انت كسبانه. الطريقه الاولى الخليط ده ممكن ينضرب، يبرد وينضرب في الخلاط وتشربيه كده كوبايه حلوه وتقدميه على السفره بتاعتك تبقى شوربه كابوريا. الطريقه الثانيه بتسقطيه على وش كابوريا بالشكل ده كده. تاني المعلومه دي عشان دي مهمه جدا. في طريقتين ان انا اقدم بيهم الكابوريا دي. الطريقه الاولى ان انا اخد الخليط بتاع اللي انا معايا ده كده واضربه في الخلاط بعد ما يبرد شويه. حلو الكلام؟ ويبقى عندنا مشروب لطيف وجميل اللي هي كاسات شوربه الكابوريا. دي حاجه. الحاجه الثانيه انت عايز ايه مخرجنا الجميل؟ ننزل بده كده اهو. لازم تشرب الشوربه دي بعد ما تخلص. صينية كابوريا سميها، كابوريا مسلوقة سميها. يا ويل، كابوريا غرقانة عايمة في بحر من الفسفور، في بئر من الفسفور. ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ هناخدها زي ما هي كده ونقدمها لحضراتكم بألف هنا وشفا. وتعالوا نطلع السمكه بتاعتنا من الفرن والتركايه بتاعت البوغازي ليه حط الزبده على السمكه في الفرن. كده؟ حبيبي. طيب. الدنيا حلوه؟ عيونك الحلوه شايفه حاجه حلوه؟ حلقتنا النهارده بساطه سهوله مرونه. عملت ايه يا شيف؟ بدأت طبعا بسمكة لطيفة جميلة فصيلة الناجل والمرجان اسمها البغبغاء او الحريت بتسمى حسب المكان اللي هي فيه. تبلناها بخبرة طهوية بالتتبيلة اللي شفناها مع بعض، وبعدين قطعنا السمكة بشكل طهوي علمي علشان التتبيلة تخش جوه لحم السمكة اللي هو ممكن يكون قاسي، وفي نفس الوقت دخلتها الفرن في درجة حرارة 180، خدت البهريز اللي نزل منها مع خبرة طهوية وجودت شوية لأن معايا وقت مخرجنا كريم، ونزلت بيه على جسم السمكة كده توجتها بالحب والإيه والجمال. معانا كابوريا وأزأز كابوريا، لو أزأزوني يا أزأز إيه، ومعانا سمكة جميلة لطيفة قطعناها جزل عملناها بالفريك، وقال إيه الفريك ما يحب الشريك، بس مع سمكة حلوة يقول لك عديها المرة دي. يعني نقول رؤية فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.